السلام عليكم يا اصحاب، عاملين ايه؟ ورجعنا في فيديو جديد. هو فيديو النهارده تطبيقات جميله جدا، فتابع الفيديو للنهايه لانها تعجبك. وكالعاده يا احلى ناس، بتمنى قبل ما نبدا الفيديو تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. خلاص قربنا ل 100 الف مشترك، فبتمنى تشيروا الفيديو في كل مكان، عايزين نوصل ل 100 الف مشترك باسرع وقت. ولو انت اول مره تشوفني اضغط هنا، بنزل فيديوهات وتطبيقات جميله جدا، متاكد انها تعجبك، ادخل وشوفها. وبشكر الناس الجميله دي على تعليقاتها اللي دايما بتشجعني، من كريم برو وعمر هلال وياسمين ياسمين وعمران السيد وميرو اكس. ونبدا باول تطبيق، وهو تطبيق جميل جدا، تقدر تعمل تشات مع اصحابك، تبعت لهم رسائل ويبعتوا لك رساله عن طريق البلوتوث من خلال التطبيق ده. فلو انت في مكان ممنوع في الانترنت وممنوع في الكلام، تقدر تنزل التطبيق ده عندك وعند صاحبك وتبعتوا رسائل لبعض بطريقه سهله. كلنا بنفتح التطبيق بيظهر الواجهه دي، بتكتب اسمك وبعدين تجيب موبايل صاحبك وتفتح البلوتوث عندك وعنده، وبعدين تعمل سكان، وبعدين تبحث عن اسم جهاز صاحبك، فهيظهر الاشعار ده. يا شباب نضغط ستارت شات، وبكده يا شباب تقدروا تبعتوا رسائل لبعض من غير وجود انترنت بالشكل ده بطريقه سهله وبسيطه. فرابط تحميل التطبيق ده سيبه لكم في وصف الفيديو تحت. ونروح للتطبيق رقم 2، وهو بيخليك تقفل الهاتف الخاص بيك بطريقه جديده. كلنا بنفتح التطبيق فبيطلب منك تدخل سؤال امان، نكتب اي سؤال امان، بعدين نفعل الخيار ده، نضغط اول خيار. بعدين بيقسم لك شاشه الهاتف الخاص بيك لاربع اجزاء، A و B و C و D. نقفل مثلا يا شباب الهاتف الخاص بينا عن طريق ان احنا نضغط على الجزء بتاع A مرتين والجزء بتاع D مره وسي مره وبي مره، بعدين نضغط نكس، نكرر نفس الباسورد A مرتين دي سي بي او الباسورد اللي يعجبك، وبعدين نضغط كونفيرم. فنفتح الهاتف الخاص بينا يا شباب، هيظهر لنا الواجهه دي، هيطلب مننا ان احنا ندخل الباسورد اللي عملناه من شويه كان مرتين هنا ومره هنا ومره هنا ومره هنا، فبالتالي هيفتح معانا بالشكل ده. فطريقه جميله جدا لقفل الهاتف. نقدر نغير الخلفيه اللي بتظهر لنا عن طريق ان احنا نضغط هنا ونحط الخلفيه اللي احنا عايزينها، ولو عايزين نغير الساعه نضغط هنا ونحط الساعه اللي هتعجبنا. في اشكال كتيره، فتطبيق جميل جدا لقفل الهاتف محدش يتوقعه. هسيب لكم رابط تحميله في وصف الفيديو تحت. ونروح للتطبيق رقم 3، وهو تطبيق لانشر جميل جدا، سريع، في مميزات كتيره هتعجبك. كلنا بنفتح اللانشر بالشكل ده، نضغط ستارت، هيظهر لنا اللانشر بالواجهه الجميله دي، والتطبيقات تقدر توصلها بسرعه. اللانشر سريع جدا يا شباب، وفي مميزات كتيره جدا هتعجبك، زي انك تقدر تخفي التطبيقات بتاعتك. كلنا بنسحب من الشمال لليمين مرتين بالشكل ده عن طريق اللي احنا نحط الباسورد اللي احنا عايزينه. نعيده تاني وبعدين نضغط اوكي، وبعدين نضغط هنا ونختار التطبيقات اللي احنا عايزين نخفيها مثلا بالشكل ده ونضغط صح، فبالتالي التطبيق ده هيختفي من هنا. لو عايزين نرجع له تاني نسحب من هنا مرتين ونحط الباسورد، فبالتالي هيظهر التطبيقات المخفية. فتطبيق جميل جدا، هسيب لكم رابط تحميله في وصف الفيديو تحت. واللي هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى ما تنسوش تدعمنا بزر اللايك وتشتركوا في القناة. خلاص قربنا ل 100 ألف مشترك، ولو أنت جديد اضغط هنا، بنزل فيديوهات هتعجبك جدا، وأشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.